اهلا بكم في درس جديد من السلالم بكورداتها. النهارده عندنا سلم جديد اللي هو هيكون سلم دي فلات ميجر. سلم دي فلات ميجر هيكون عنده 5 علامات تحويل. هنشوف بقى ايه هم ال5 علامات تحويل اللي عنده، وهنشوف السلم بكورداته، وكمان هنشوف السلم الماينر اللي هيشترك معاه في نفس علامات التحويل، في نفس الكوردات، في نفس كل حاجه، اللي هو هيكون سلم بي فلات ماينر. تعالوا بقى مع بعض نشوف السلم وازاي بنعزف كورداته. طيب دلوقتي عايزين بقى نعرف سلم دي فلات ده بيتكون من ايه. بيتكون من دي فلات، ينتهي دي فلات عنده 5 علامات تحويل، وزي ما اتفقنا 5 علامات تحويل لازم نقولهم بالترتيب. اول علامه هي البي، وبعدين الاي، وبعدين الاي، وبعدين الدي، وبعدين الجي. يبقى ده سلم دي فلات ميجر، هيبتدي دي فلات ينتهي دي فلات وعنده ال5 علامات تحويل دول. نلعبه ازاي بقى؟ ده سلم دي ميجر العادي اللي احنا خدناه قبل كده. هرجع خطوه لورا، يبقى كده اسمه سلم دي فلات ميجر اللي هو القبل دي فلات، اللي هو القبل الدي يعني، والعب السلم العادي جدا. مجرد ما تلعب التكنيك ده كده هو بيظبط لك لوحده علامات التحويل، ان هو يديك في الاخر 5 علامات تحويل. طيب انت عايز بقى تلعب الفري هاند ستايل اللي هو تكمل بقى جوه وحاجات زي كده، ممكن طبعا مع الوقت هتعرف تلعب بالسمع، هتلاقي ودنك بتلقط النغمات، ولو في نغمه منشزه يعني ودنك مش هتقبلها، او تحفظ علامات التحويل عشان تعرف تتنقل على السلم كويس. السلم الماينر اللي هيتفق معاه بقى هو سلم بي فلات ماينر، يبقى ممكن ألعبه بالتكنيك ده كده. وتقدر برضه ترتجل على السلم زي ما انت عايز. طب ايه هي بقى كوردات سلم دي فلات ميجر؟ دي فلات ميجر هنبدا الكورد الاولاني دي فلات اللي هو في 4، وبعمل الشكل ده والشكل زي ما اتفقنا، ده هو ده. وبعدين جي فلات ميجر اللي هو هو اف شارب على فكره، بس هنا يبقى اسمه جي فلات على حسب السلم، مسميات السلم بتفرق. وبعدين اي فلات اللي هو برده جي شارب، بس هنا لازم اقوله باسم الاي فلات. دول الثلاثه الميجر. وبعد كده عندي E فلات ماينر، E فلات ماينر في 6 تحت كده، و F ماينر، و B فلات ماينر، ممكن ناخد B فلات ماينر ده أو اللي في 6 فوق. والكورد السيفنث اللي بيقابلني هنا A فلات سيفنث اللي هو الA فلات ده، وأشيل ده كده. يبقى دي كده كوردات السلم اللي هو D فلات ميجر. أمال إيه كوردات بقى B فلات ماينر اللي هو نفس السلم اللي بيشترك معاه؟ يعني هيبقى نفس الكوردات بالظبط، بس هيختلف في كورد واحد اللي هو الكورد 7. هيبقى مثلا برضو في B فلات ماينر، هيبقى عندنا F ماينر برضو، هيبقى عندنا E فلات ماينر اللي هو اللي تحت ده، هيبقى عندنا برضو D فلات ميجر، هيبقى عندنا G فلات ميجر، هيبقى عندنا A فلات ميجر. بس الكورد بس الوحيد اللي هيختلف هيبقى F ماينر 7 اللي هو الاف ماينر ده اهو، اف ماينر 7. ساعات بقى ممكن نحط الاف ماينر ده اف بس 7 بس، ينفع كده وينفع كده. الفرق الوحيد اللي هندرسه بعد كده ان لو حطيته اف كده 7 بس كده، هيبقى بيحول لي السلم من ماينر اللي هو الناتشرال لماينر هارمونيك. طبعا يعتبر الاثنين برضو ليهم علاقه ببعض، من الاثنين ماينر، عشان برضو في السلالم اللي فاتت كنت ممكن ساعات احطه ماينر 7 او ساعات احطه 7 بس. ده طبعا هنعرفه لما نعرف الفروقات بين السلالم الماينر، وعشان نرجع في الاخر لبي فلات. زي ما شفنا كده طبعا السلم بيحتاج مذاكره وكورداته، بس تحس ان الكوردات كبيره كده بقى، مثلا A فلات ميجر، D فلات ميجر، كلام كبير كده، تحس انك بتعزف حاجه يعني ليها قيمه خطيره. طبعا الدايرة الرابعات دي حاجة مهمة جدا، وكده بنعرف بقى ايه كل سلم بكورداته وبحاجات. طبعا بتديك علم في المزيكا بشكل قوي جدا، تبقى فاهم انت بتعمل ايه وانهي سلم تبع انهي كوردات والكلام ده كله. هنذاكر السلم زي كل السلالم، وهشوفكم على خير ان شاء الله في سلم جديد. شكرا.